ريميك ريزيدنت ايفل 4 هو الريميك الوحيد اللي كابكوم صرحت وبدون خوف ان اكثر ريميك استمتعوا في تطويره، عكس ريميك الثاني والثالث اللي وقت عملية التطوير شعروا المطورين بالملل. في هذا المقطع راح اتكلم عن جميع المعلومات الرسمية اللي تتخص لعبة ريزيدنت ايفل 4 ريميك والقرار النهائي لك عزيزي المتابع، سواء الشراء او انتظار خصم للعبة. قبل لا يبدا المقطع اتمنى تحطون لايك وتشتركون في القناة اذا ما كنتم مشتركين، ويلا نبدا. تصدر لعبة Resident Evil 4 Remake بتاريخ 24 مارس القادم، يعني باقي لها أقل من 23 يوم من تاريخ نشر هذا المقطع. اللعبة راح تكون داعمة للغة العربية للقوائم والنصوص، يعني بشكل رسمي اللعبة راح يكون فيها لغة عربية للي يسأل كثير آخر فترة. الأجهزة اللي راح تنزل عليها اللعبة هي PlayStation 5 وPlayStation 4 وإكس بوكس سيريس S وX، وأيضا لا ننسى البي سي اللي هو الحاسب الشخصي. نجي لسؤال مهم جدا في Resident Evil 4، هل الريميك راح يقدم لك تجربة جديدة للعب ولا راح يكون زي الكلاسيك؟ الجواب نعم، أكيد راح يقدم لك تجربة جديدة، لأن في هذا الجزء مو بس تحسين للجرافيكس اللي واضح لكم حاليا المقارنة بين النسختين اللي هي الريميك والكلاسيك، بل أيضا عدلوا في القصة، مثل خلوا لويس سيرا يكون شريك لك في بعض المناطق في اللعبة، وهذا الشيء ما شفناه في الكلاسيك. هذا الشيء اندل فيدل أن شخصية لويس سيرا راح يكون له عمق وبناء واضح مع تسلسل أحداث اللعبة. وعلى النقيض تماما، شخصية لويس سيرا في الكلاسيك كانت مهمشة جدا، لها مشهدين أو ثلاث وتنتهي. وأيضا لا ننسى طريقة موتها الجديدة اللي ما راح أتطرق لها صراحة تجنبا للحرق، وأنصحكم تبعدون عن تويتر حاليا لأن في حرق كثير على موتة لويس سيرا الجديدة في الريميك. وبرضو الاختلاف الثاني في الريميك عن الكلاسيك هو إضافة مهمات جانبية، يعني مثال في الكلاسيك كان تطلق على دوائر زرقاء فقط وتأخذ الفرد اللي هو البلاك تيل، لكن في الريميك في منطقة القرية لحالها راح يكون في عندك ثلاث مهمات اللي شفناها من المقاطع، يعني ممكن غالبا يكون في أكثر من ثلاث مهمات، لكن الثلاث مهمات اللي شفناها هي حقة الدوائر الزرقاء اللي اعتدنا عليها في الكلاسيك، زائد في مهمة تطلب منك انك تكسر بعض المقابر الخاصة في طائفة اللوس إليمينادوس، وبرضه في مهمة ثالثة تروح تقتل كلب متحول. طبعا هذه المهمات يوم تخلصها وترجع لعند التاجر راح يعطيك مكافأة عبارة عن جواهر. وايضا من التعديلات الجديدة اللي هي آشلي، في هذا الجزء ما يحتاج تمسك آشلي عند السلم لانه هي راح تنزل من نفسها، وايضا ما عاد يكون لها هيلث بار، وبمعنى اخر هو عداد الصحة في اللعبة. لو تذكرون آشلي لها عداد صحة في الكلاسيك، يعني اذا تدمجت راح تروح انت تعطيها نبتة عشان تعالجها، لكن في الريميك هذا الشيء ما راح يكون موجود. آشلي اذا تدمجت كثير راح تطيح في الارض فقط، وانت كلاعب تروح لعند آشلي وتسوي لها انعاش او ريفايف بدون ما تستخدم لا علاج ولا اي شيء، وهذا الشيء صراحه راح يسهل عليك الريميك اكثر من النسخه الكلاسيك. واهم شيء لا ننسى في شخصيه آشلي اللي هو ازعاجها اللي تكلموا عنه المطورين انه بيكون قليل مره في هذا الجزء، يعني من الان وصاعدا في الريميك راح تنسى ازعاج آشلي اللي هو هذا. غير هذه الأشياء اللي تكلموا عنها المطورين أنهم حسوا أثناء تطوير اللعبة أن فيها نقص في المحتوى، وهنا جتهم فكرة إضافة لمسات إضافية للعبة. مثال على ذلك وحش المطرقة اللي شفناه في التريلرات اللي طلعت للعبة، وبرضو في وحوش أخرى لكن ما ورونا إياها، فقط تطرقوا عنها أنهم موجودين في اللعبة وعلى اللاعب وهو قاعد يلعب راح يستكشفهم. وبرضو أضافوا لنا الباري اللي هو طريقة الصد الجديدة. الباري هذا اللي انولد من قتال كراوزر في الريميك إلى أن تحول ركيزة أساسية في اللعبة كاملة، يعني كان الباري مخطط له يكون فقط مع قتالك مع كراوزر، لأنهم لغوا الكويك تايم إيفنت اللي هو الضغطات السريعة اللي تجيك بالكتسين. طبعا هذه الأشياء لغوها وضافوا بدالها الباري اللي في النهاية تحول إلى شيء أساسي في اللعبة ويمديك تستخدمه من بداية اللعبة إلين النهاية. ونجي الآن نتكلم عن التاجر اللي صار عنده تعديلات رهيبة، من ضمنها قائمة كاملة للتبادل، واللي ما يعرف وش معنى تبادل، هذه القائمة تسمح لك تستبدل المجوهرات العادية اللي معك بسلاح أو نبتة صفراء أو ليزر أو حتى خريطة كنز. فهذه الإضافة مميزة، فأنت تصير أنك ما تحتاج تبيع الجواهر العادية اللي تحصلها في اللعبة، تصير تبدلها على أشياء ممكن تفيدك. طبعا أنا ما أتكلم عن الكنوز اللي هي الأدوات الأثرية والمجوهرات النوعية الثانية، هذه إلى الآن تقدر تبيعها، لكن في المجوهرات العادية البيضاء اللي طلع صورتها حاليا لكم قدامكم، هذه راح يمديك تستبدلها بأشياء ممكن تفيدك في تختيمتك في اللعبة. ولا ننسى أيضا التغيير اللي صار على السكين في الريميك، السكين راح تخرب معك،
اي نعم، لكن بعد عدد معين من الضربات او الصد راح تخرب، لكن تقدر تصلحها عند التاجر. طيب الان بيجيني سؤال، انا بعيد عن التاجر والسكين خربت علي، وش اسوي؟ الجواب يا عزيزي، في سكاكين صغيره راح تحصلها في اللعبه، لكن هذه السكاكين اللي هي خربت ما يمديك تصلحها، خلاص تتكسر، لكنها راح تفيدك اذا كانت سكينتك الاصليه خربانه، راح تفيدك هذه السكاكين الصغيره انها تمشي امورك لين توصل عند التاجر وتصلح السكين حقتك. طبعا التاجر مو بس يصلح لك السكين، بل ايضا تقدر تزود قوتها، وبرضه تقدر تزود تحملها، يعني بدال ما تتكسر معاك مثال بست ضربات تصير تتكسر معاك بثمان ضربات، ومع مرورك في اللعبة راح تقدر تطورها أكثر وأكثر لين ممكن توصل إلى 20 ضربة مثال. وبرضه بعيدا عن السكين أكيد تقدر تطور أسلحتك والعتاد اللي معك زي نسخة الكلاسيك. وأيضا من الأشياء المهمة صراحة اللي أنا بكل أمانة ما عجبتني، اللي هي إضافة صندوق في اللعبة تحفظ فيه أغراضك. Resident Evil 4 Classic كنا متعودين إنه معانا شنطة، إذا الشنطة صارت فل للأسف لازم هنا نقط بعض الأغراض عشان ناخذ الأغراض الأهم، لكن في الريميك عاطينك الشنطة اللي متعودين عليها في الكلاسيك، زائد عاطينك صندوق تحط فيه أغراضك. طبعا هذا الشيء يخليك إنك أنت ما تحتاج إنك تقط أغراضك وقت إنك يكون عندك الشنطة فل، كل اللي عليك تسويه إنك تروح لأقرب نقطة حفظ وراح تحصل الصندوق هناك وتحط فيه أغراضك. كل أمانة هذه الإضافة ما عجبتني لأنه راح تسهل اللعبة كثير، يعني أنا أوريدي معي شنطة تشيل أغراض كثير مرة، إنك تضيف لي صندوق زي الألعاب الكلاسيك أو 2 ريميك أو 3 ريميك أو حتى 7 مع 4، أحس صراحة ما هي جاي، لأنه 4 أوريدي شنطة كبيرة مرة، وأنا مع مروري في اللعبة راح أطورها وراح تزيد مساحتها، ومع ذلك في صندوق. صراحة أنا أحس هذه النقطة موجهة للناس اللي يعني مو مهتمين في الصعوبة، وهذا مهتمين في اللعب والوناسة أكثر من الصندوق هذا، ولا أي شخص عادي راح يقدر يتجنب هذا الصندوق ويسوي تحدي بينه وبين نفسه أنه ما يستخدم هذا الصندوق. هذا النقطة من وجهة نظري أنا ما عجبتني، مجرد رأي شخصي يا جماعة الخير، ممكن الأغلب عاجبته، لكن أنا عن نفسي ما عجبتني صراحة، وأشوفها راح تسهل اللعبة جدا جدا للناس الجدد حل اللعبة أو حتى القديمين في اللعبة. وبرضه من الإضافات الجديدة اللي ضافوها في الريميك اللي هي بيركات للشنطة. إي نعم عزيز المتابع، الشنطة راح يكون لها بيركات، البيركات هذه راح تكون عبارة عن ميدالية تضيفة على الشنطة. طبعا الميداليات اللي تم الإفصاح عنها إلى هذه اللحظة هي ميدالية الدجاج، إذا حطيت ميدالية دجاج راح تحصل بيوض دجاج كثير في اللعبة، وفي ميدالية ثانية حق طلق الفرد، إذا حطيتها راح تحصل طلق فرد كثير في اللعبة، وبرضه اللي يشتري نسخة الديلوكس راح يحصل معاها ميداليتين، ميدالية الطلق الفرد اللي ذكرتها سابقا، وبرضه ميدالية النبتة الخضراء. طبعا ميدالية النبتة الخضراء إذا حطيتها برضه على الشنطة راح تصير تحصل نبتات خضر كثيرة أثناء لعبك في اللعبة. وطبعا هذه الميداليات اللي الى الان حنا نعرفها، ممكن في ميداليات ثانيه لكن ما افصحوا عنها الى الان، وكل علينا الان ان ننتظر ونلعب اللعبه ونشوف وش الاشياء اللي ضايفينها اكثر. طبعا في اشياء اخرى كثير تم تغييرها والتعديل عليها، وكل اللي علينا الان انه ننتظر نزول اللعبه ونشوفها في عيوننا، وانا كوليد اوعدكم اني راح اقدم لكم مراجعه طريق فيكم كمتابعين باذن الله تعالى. طبعا الكل يسال عن الليزر، هل الليزر موجود في اللعبه؟ نعم يا عزيزي المتابع، الليزر راح يكون موجود في اللعبة، لكن للأسف مع جواب أحد المطورين أن الليزر راح يكون قطعة تشتريها لسلاح الفرد بدون ما يحدد شيء ثاني، لكن للأسف نستنتج من الكلام أن الليزر بيكون فقط لسلاح الفرد، يعني ما راح يكون موجود لجميع الأسلحة. أتمنى أنه كلامي خطأ ويكون الليزر قطعة تقدر تركبها على أي سلاح، لكن إلى الآن شبه مؤكد من المطور أنه الليزر قطعة تشتريها لسلاح الفرد. نجي لسؤال نسأل كثير عندي في التعليقات، هل اللعبة فيها سلبيات؟ طبعا من الأشياء اللي شفناها إلى الآن ما نقدر نحكم على شيء إلا أن نجرب أنفسنا، لكن في بعض الأشياء صراحة اللي وضحت لنا يوم شفنا المقاطع على اليوتيوب، وأتمنى مع نزول اللعبة يتم تعديلها. مثال على ذلك المطر ما تحسه نقطة موية، المطر تحسه صواريخ موية قاعد تنزل صراحة على ليون أو بشكل عام على منطقة اللعبة، فأتمنى صراحة إنه يخففونه بشكل بسيط جدا لكي يتناسق يعني مع أسلوب اللعب صراحة، يعني عشان أنت تكون مركز على العدو قدامك أكثر ما إنه المطر يشتت نظرك. وأيضا الشيء الثاني صراحة اللي ما حبيته، لكن أعتقد هذا شيء يعني نقدر نعدله حنا من طريق الإعدادات، اللي هو الظلامية في اللعبة، لكن جزئية الظلامية هذه يا جماعة الخير حنا كلاعبين نقدر نعدلها عن طريق الإعدادات وندخل على البرايتنس ونرفع البرايتنس، وبكذا تنحل عندنا مشكلة الظلامية. لكن أبغى أتكلم عن موضوع الظلامية هذا عشان الأغلب يفهم فكرة كابكوم من هذا الموضوع. طبعا لو نجي الآن ندخل قناة Resident Evil ونبحث عن تريلر Resident Evil 2 أو 3 أو حتى 7 أو 8، لو نشوف تريلرات راح نشوف فيها ظلامية زيها زي Resident Evil 4، وهذا الشيء دائما كابكوم تستعمله عشان تخلي المشاهد يندمج مع الأجواء السينمائية في اللعبة، عشان تحس إنه الشيء مشبع جرافيكس والإضاءة تكون واضحة، الإضاءة البسيطة والإضاءة العالية، فيعطيك تشبع سينمائي إنك تقول أوه هذه نقلة جيل جديد. فهذه دائما لمسات كابكوم السينمائية لابد إنك تشوفها. وملاحظ الكلامي، روح الآن على قناة Resident Evil وروح شوف أول تريلر Resident Evil 4، روح ناظر جزئية القرية يوم كانت الأجواء نهار، راح تشوف ما في أي ظلامية أبدا واللعبة جدا ممتازة. لكن يوم نقلنا لليل روح قارنها بين Resident Evil 2 و 3 و 7، راح تشوف نفس الإضاءة ونفس كل شيء.
فمن ناحية الظلامية في اللعبة هذا شيء يمديك أنت تتعدله. وآخر شيء تم تأكيده من قبل المطورين أن Resident Evil 4 Remake لا تقل أبدا عن نسخة الكلاسيك من حيث كبر اللعبة وعدد ساعات اللعب، بل أضافوا بعض التوسعات الجديدة بالريميك. وأنا شخصيا متفائل جدا في كلام هيربياشي وإمبو أنهم راح يطلعون لنا بريميك أفضل حتى من ريميك Resident Evil 2. إلى هذه النقطة خلصنا جميع المعلومات والنقاط اللي حبيت أذكرها لكم، لأن في الآونة الأخيرة بكل أمانة كانت تجيني تعليقات بشكل مهول جدا عن جميع النقاط اللي ذكرتها لكم حاليا، فهذا المقطع راح يكون غطيت جميع تساؤلاتكم حبايب قلبي. أما الآن نجي نحلل آخر تريلر اللي نزل في حدث بلاي ستيشن الأخير. بسم الله نبدأ. أما الآن راح نحلل الإعلان الثالث حق Resident Evil 4. بسم الله نبدأ. طبعا هذه المنطقة يا جماعة خير أبغاكم تحفظونها، لأنه هذه المنطقة راح يجي منها أكثر من لقطة، لكن كبداية راح نقول هذه المنطقة منطقة السيرموني أو منطقة الأضاحي. هذه المنطقة وين بتكون في اللعبة؟ والله أنا ما أدري صراحة، لكن أنا أميل أنها تكون في بداية اللعبة عند الكنيسة. لو تلاحظون هنا سادلر قاعد يتكلم انه حنا كلنا مربوطين في الجسد المقدس. وش يقصد في هذا الكلام؟ يا انه يقصد هذا الجسد اللي قدامكم حاليا طالع، يا انه يقصد جسد ثاني. طبعا انا اميل للجسد الثاني، ليش؟ لانه لو تلاحظون هنا في جسد هنا على اليسار وفي جسد على اليمين، وفي هذا الجسد بالوسط اللي واضح انه كانه هو الزعيم حقهم اول شيء اللي قدسونه، يعني العياذ بالله، يعني هذا بطقوسهم يا جماعه الخير. انا اتكلم، لكن انا ليش قاعد اقول انه ممكن في جسد ثاني او شيء ثاني؟ انا قاعد اقول هذا الشيء لانه كابكوم دائما ترى يحطون كلام ويحطون مقطع ثاني على الكلام، فممكن نتوست هذا الموضوع. نتركها لين تنزل اللعبه اللي باقي لها اقل من 23 يوم. نكمل. طبعا هذه المنطقه اللي تقابل فيها فيردوغو لاول مره، فيردوغو الذراع اليمنى لسلازار. لو تلاحظون الاشواك اللي موجوده والتاجر تحصله هنا موجود. أما بالنسبة لهذه اللقطة فهذا البلاغا سي. البلاغا سي موجود في Resident Evil 4 Classic، ولكن ما كان يرتبط بالأعداء كذا، كان يوم تقضي على الأعداء يطلع من رؤوسهم، لكن هنا واضح أنك يوم تقضي عليهم يطلع من رؤوسهم ويروح يستحوذ على أجساد ثانية زي ما حاليا طالع قدامكم. هذا بلاغا سي قاعد يستحوذ على جسد هذا الشخص ويجي هاجمك. نفس المنطقة الأولى اللي شفناها في بداية الكاتسين، هذه المرة الثانية تطلع فيها هنا بوضوح تام. آشلي موجودة بالوسط، الشخصيتين ذولي راح يكونون أعتقد ممكن الذراع اليمنى واليسرى لسادلر، وبرضه هنا الحجر ذا اللي محطوط عليه رسمة زي البلاقة العملاقة، وهنا الواضح اليمين كتاب، واضح أنه كتاب حق طقوس معينة، وممكن في هذا الجزء ترى يبغون يضحون في آشلي عكس الجزء الرابع الكلاسيك اللي كانوا يبغون بس يزرعون فيها البلاقة ويرجعونها أمريكا. فعلى كل بنشوف قريب إن شاء الله تعالى. نكمل اللقطة اللي بعدها. هنا سادلر بوضوح تام شكله والعيون الفضية، اللي على فكرة ترى العيون الفضية هذه كابكوم ترى دائما تسويها، سوتها حتى مع Resident Evil 7 لكن سوتها كإعلان فقط، توريك شكل مارغريت وجاك بيكر كيف كذا عيونهم قاعد تلمع بشكل فضي، فصراحة الشكل مرعب جدا. هنا آشلي يا أخي ما أدري إيش قالت الليون تيمبرنس شايلد، يعني اعتدال الطفل أو الطفل المعتدل باختصار، ما أدري وش تقصد فيه، يعني ليش قالت كذا ماني فاهم. لكن سادلر مسيطر عليها لو تلاحظون من عيونها، وهي أخذت السكين من ليون، وهذه المنطقة غالبا راح تكون منطقة المتاهة في القلعة. هذا المصعد اللي ما يحتاج أعلق عليه، الأغلب عارفه قبل ما تحارب سلازار، المصعد اللي يجونك الوحوش عليه ولازم تطيحهم منه قبل لا يوقف المصعد. لكن السؤال هو هل الطريق الثاني موجود ولا اللي هو الدرج راح يكون موجود، ولا هنا راح يجبرونك في الريميك على المصعد فقط؟ لو تلاحظون هذا الجنادو اللي موجود قدامنا حاليا، شوفوا الكتابات اللي على جسمه، الطقوس اللي قاعدين يسوونها هنا اللي هي صورة البلاقة تقريبا وباقي كلمات أشياء غريبة ما احنا عارفين فيها شيء، ولا هذاك اللي وجهه من ورا مصبوغ أسود، ولا هذا العلميني راح تطلع عيونه حمر. هم بشكل عام كل عيونهم حمر، هذا ما نختلف فيه، لكن والله شكلهم مرعب جدا ولهم هيبة أكثر في Resident Evil 4 ريميك بكل أمانة. طبعا هنا في هذه اللقطة راح تطلع لك البلاقة A والبلاقة B،
البلاقة A اللي تضربك من بعيد، والبلاقة B اللي تطير رأسك. في شيء شدني في البلاقة B اللي حاليا قدامكم هذه، ذكرتني في شكل الهنتر قاما في ريزيدنت إيفل 3 ريميك. شوفوا فتحة الفم، يعني الثلاث فتحات الأربع الاتجاهات اللي تلاحظونها زي الهنتر قاما حرفيا بالضبط، هذا اللي أنا أقدر أقوله يعني عنه. فشكله صاير مرعب. وغير كذا في هذا الجزء راح يمديك تصدها، لو تلاحظون هنا ليون صد الضربة حقتها قدر يصدها علشان لا تقتلك، لأنه هي أوريدي بتقتلك وان شوت في حال ما صديتها، فهذا شيء يعطيك سهولة للعب. المنطقة الغنية عن التعريف منطقة القلعة، البداية في القلعة يوم تقعد تضرب مدافع والأمور الطيبة هذه. لكن في شيء شدني ثاني يا جماعة الخير، لو تلاحظون هنا في دائرة زرقاء وبرضو هنا في دائرة زرقاء ثانية، بتقولون كيف دائرتين زرقاء جايات بنفس المكان؟ أنا بشرح لكم الموضوع. مع كثرة المهمات الجانبية صار موضوع أنك تحصل في نفس المنطقة دوائر زرقاء كثير أمر طبيعي. بعلمكم كيف. يعني انت الان الدوار الزرق في الكلاسيك كانت كم حبه، كانت عباره عن اعتقد 15 حبه وتاخذ بعدها البلاك تيل، لكن في الريميك صار عادي جدا انه تحصل مهمه جانبيه يقول لك والله روح على منطقه القلعه في البدايه في عند بوابه القلعه راح تحصل 5 ميداليات كسرهن، اذا كسرت راح نعطيك جواهر، فانت تروح على المنطقه هذه تحصل الخمسه موجودات، بعدين تكمل في اللعب توصل مثلا منطقه المتاهه يقول لك كسر 5 دوائر زرقاء في المتاهه وهكذا. يعني باختصار موضوع انه لا تشوفون الموضوع انه صار سهل كذا، لا، الان لانه صار في مهمات جانبيه كثير مره صار طبيعي جدا تحصل مهمه بسيطه جدا زي كذا، وتحصل مهمه انك تذبح وحش، تحصل مهمه انك تكسر شيء، فيعني جدا الموضوع بسيط انك تحصل ممكن في نفس المكان 5 دوائر، لانه ما راح يعطيك فرد في النهايه، راح يعطيك اشياء بسيطه مكافاه بسيطه زي جواهر او ما شابه. على العموم كمل. أيوة هذه اللقطة صراحة، هذه اللقطة توضح لك وش لويس قاعد يسوي. طبعا نجي للبداية، لويس معاه شيء بيده، لو تلاحظون. وغير كذا لاحظوا يد ليون هنا، ليون هنا واضح انه متحول او شبه متحول تقريبا، يعني باقي مسيطر على نفسه ولكن يعني بصعوبة. فيجي لويس وش يقول له، اسمع وش يقول، قاعد يقول له هنا انا راح رخص لك السعر، يعني راح اسوي لك تخفيض على الموضوع. طبعا وش يقصد في هذا الكلام لويس؟ يقصد العلاج اللي تذكرون الحبوب اللي يعطيها ليون عشان تخفف من اعراض البلاقة عنده وما يتحول ويصير سادلر مسيطر عليه، فهذه الحبوب نفسها راح يعطيها لويس في الريميك، فهنا قاعد يطقطق عليه انه راح اسوي لك تخفيض عليها كسعريا يعني، ولا هو راح يعطيها بالمجان في النهايه. المهم كمل على اللقطه اللي بعدها. هنا نجي يا جماعة الخير نقطة مهمة، بغض النظر عن العملاقين الواضحين قدامكم واللي هم أصلا أوريدي واضحين لنا أنهم من منطقة القلعة، الشيء اللي شدني أكثر هو لويس سيرا. لويس سيرا في ريزيدنت إيفل 4 ريميك راح يكون له دور جدا جدا عميق، عكس كلاسيك اللي تقريبا 3 مشاهد وبعدها سلام عليكم. لا، في الريميك الرجال راح يكون موجود معاك في منطقة العمالقة الاثنين، في المنطقة اللي بعدها اللي هي منطقة سيستر بيلا، أو غالبا هذه المنطقة ترى بتكون قديمة. أنا يعني بكون يعني صراحة وجهة نظر لي، هذه المنطقة تذكرون المنطقة اللي يتحارب فيها ليون ولويس سيرا وآشلي تكون داخل خزانة وبعدها يفترقون، وفي عندك بابين بعدها، باب العملاق وباب أبو مناشير اللي هم سيستر بيلا، هذه المنطقة حقت سيستر بيلا باختصار شديد. طبعا اخويا منهم ابو عيد كان يقول انه هذه منطقه المناجم اللي بعد العمالقه في القلعه، لكن انا صراحه اميل لسالفه انه هذه المنطقه بالشابتر السادس في اللعبه اللي هو سيستر بيلا. على العموم نكمل، لويس راح يكون موجود، هذا المقصد. كراوزر. طبعا هذه المنطقة يا جماعة الخير هي بداية القلعة، أول مرة تقاول فيها سلازار يوم يكون على البلكون من فوق ويقط عليك الوحوش. هذه المنطقة البداية اللي تكون أوريدي آشلي معاك فيها، باقي ما تروح من عندك يعني. هنا قاعد يتنمر عليه سلازار يقول ما تقدر تساعدها، ما تقدر تساعد أي أحد. طبعا هذه المنطقة اللي راح تلعب فيها بآشلي، وصراحة عندي تعقيب بسيط، آشلي كم مرة راح نلعبها؟ مرة زي الكلاسيك ولا مرتين؟ أنا أميل المرتين. مرة ممكن في بداية اللعبة ومرة ثانية في منطقة القلعة، لكن هذه المنطقة حاليا هي منطقة القلعة،
كيف أعرف؟ لأنه موجود قدامك لو تلاحظ حاليا العملاق، مو العملاق معليش، المدرع الآن راح يضح لكم بالصورة، شايفين شايفين كيف البلاقة طالعة من من جسده، وهذا السيف الآن بيطلع لكم السيف بشكل أوضح. وصح على سيرة سيف، ترى المدرع صاير له سيف. إيه نعم يا جماعة خير، المدرع له سيف، ما عاد له فأس مثل أول، فشيء غريب صراحة كيف راح يكون الوضع. طبعا هذه المنطقة، منطقة الموية اللي تمنيت صراحة أنها تكون محذوفة، المنطقة اللي ترفع آشلي تروح تفتح لك الفالف حق الموية عشان تمد لك الطريق. ولكن في شيء شدني هنا الآن يا جماعة خير، لاحظوا ذول الآن راح هذا راح يقط فأس وهذا راح يقط المنجل ذا اللي بيده. لو تلاحظوا ليون يمدي كان يصدها، راح تطلع علامة على السكين، يمدي يصدها ليون ولكن ما صدها، راح دنك فقط، دنك وما جنه ولا ضربة منهن. هذا شيء صراحة مرة كويس في اللعبة في الريميك. شوفوا شوفوا مباشرة ما يحتاج يعني شكل سريع تجنبهن. اوكي اللي واضح لكم يا جماعة الخير انه قاعد يطقطق لويس سيرا، وهذا الشيء يعطيك انه لويس سيرا راح يكون موجود معاك باغلب الاماكن، وراح يعطيك يعني نكهة كوميدية للعبة، وهذا الشيء راح يخليك يعني تحبه كثير عشان يحفز المشاعر على لويس سيرا. انا ما ابغى اتعمق اكثر من كذا، العب الكلاسيك يفهم. واخيرا وليس اخرا، منطقه الجزيره وماي قاعد يحرقهم بقذائف صاروخيه. لا امزح ترى، طلق رشاش هذا، لكن عيار كبير قاعد يجي كذا شكله. لكن ماي قاعد يحرقهم حرق القنادو حقين الجزيره، وانت كليون معاك سلاح الام بي 5. طبعا ابو الرشاش لازم يكون موجود، والبلاقة اي لازم تكون موجوده اكيد يعني. طبعا انا قاعد هنا يفتح لك الطريق، ولكن بعدها نقل نجل اللقطة هذه اللي هي منطقة القطار، اللي لويس سيرا برضو ستيل موجود معاك، اللي تقريبا منطقة القطار هذه تعتبر نهايتك في القلعة، ما يبقى لك في القلعة اعتقد وقتها شابتر او شابترين وتنهيها. لويس سيرا المفروض انه من قبل، من اربع شابترات قبل ما يكون موجود نهائيا اصلا، لكن هنا معمقين دوره زي ما ذكرت لكم، وراح يكون دوره مرة عميق وكبير وكتسينات كثيرة، وممكن حتى يوصل معاك للجزيرة وابعد من الجزيرة، وغالبا راح يوصل معاك للجزيره حتى براها، لانه في نقطه انحرقت صراحه علي ولا ودي اذكرها في المقطع هذا نهائيا، هي طريقه موت لويس سيرا اللي بتختلف عن الكلاسيك، فانا ما ودي اتكلم عنها ابدا نهائيا لانه محروقه علي. لكن اللي اقدر اقوله انه لويس سيرا راح يكون عميق جدا في قصه ريزيدنت ايفل 4 ريميك، وراح يكون له دور مره كبير واحداث مره كثيره. نجي على اللقطه هذه، لقطه القطار. لو تلاحظون في شيئين، انا اركز في شيئين ذول اللي اهم شيء، اهم الاشياء. الشيء الاول هو سلاحك اللانهائي. طبعا الاغلب بيقول انه الشخص اللي قاعد يلعب مطور السلاح اللانهائي، اوكي ممكن فيها وجهه نظر، لكن انا صراحه اميل انه هذه المنطقه راح تكون منطقه تطلق على وحوش كثير ويجونك وحوش، فكابكم خلت لك هذه المنطقه انه تطلق سلاح لانهائي لين تعدي هذه النقطه بس فقط لا غير، نقطه القطار. لكن الشيء الثاني لو تلاحظون اللي هو القطار، القطار برضه لو تلاحظون انه له عداد صحه، يعني في حال القطار اكل ضربات كثير راح يتفجر فيك او انك راح تموت، يعني بالنهايه راح تعيد مره ثانيه النقطه هذه حقت القطار. فنكمل، راح تحصل هنا الان على يمينك موجود دكتور سلفادور هنا على 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 القاطره هذه اللي هناك، وواحد راح يكون على اليسار برضه. مره ثانيه رجعوا لنا لسالفه المنطقه حقت الاضاحي دي السيرموني، لكن هذه ترى مو نفسها حقت الاضاحي على فكره. اللقطة اللي طلعت، اللقطة هذه يا جماعة خير شوفوها، اللقطة هذه يا جماعة خير غير هذه اللقطة، ترى هذه اللقطة أنا أميل صراحة وبشكل واضح لنهاية اللعبة. هذه المنطقة اللي بنهاية اللعبة تحارب فيها سادلر، أنا صراحة أميل لها بكل أمانة. يعني هذا مجرد يعني توقع مني، وممكن كلامي غلط، ممكن هذه المنطقة منطقة الحشرات اللي ذيك الحشرة الكبيرة العملاقة اللي أنت تدمرها، ممكن هي نفسها ترى على فكرة، لكن التغيير اللي صاير فيها شبيه جدا في نهاية اللعبة. لكن أتمنى من كل قلبي إنها ما تكون نهاية اللعبة وتكون هذه منطقة الحشرة العملاقة اللي متغير شكلها حاليا قدامكم في الريميك. طبعا هنا يجيك الجرادور من شو اسمه، والله صراحة نسيت اسمه، لكن جرادور أعتقد ما خاب ظني باتمان يا جماعة خير، باتمان متغير بشكل جذري صاير مرعب جدا. يعني لو برجع لكم على الفريم اللي تبين فيه عيونه بشكل بسيط، خليني أرجع لكم عليه،
شوفوا عيونه، شوف شوف عيونه كيف جيك، كيف محطوط عليها مسامير، مسامير عاكفينها على عيونه حرفيا، يعني شكله مره صاير مرعب جدا جدا جدا، صاير له هيبه يوم يجي يضربك باتمان. طبعا هذا باتمان العادي، يعني في باتمان اكيد المدرع الثاني موجود. هنا الباري مع كراوزر، هنا ليون منطقة الجزيرة قاعد يحط آشلي يخليها بغرفة ويقولها انه انا راح ارجعك لوطنك بامان، واعتقد هنا ممكن يروح يتحارب مع شخصية معينة ويرجع يعطيها علاج ويكمل طريقهم لنهاية اللعبة. هذه اللقطة يا جماعة الخير اللي طلعت قبل شوي تشوفون فيها ليون، هذه اللقطة بكل امانة واضح انه اول مرة يوم يقابل ليون واشلي يقابلون سادلر، يوم يقول لاشلي تعالي معي وتجي معاه يحاول ليون يمنعها لكن سادلر يسيطر عليه ويخليه تقريبا زي هذا التأثير، فممكن المنطقة نفسها اللي في بداية الجزيرة بكل امانة. لكن الارضية اللي تشوفونها قدامكم كأنها منطقة السيرموني، منطقة اللي قلت انا عنها انه في الكنيسة في بداية اللعبة، لكن ما ندري الى الان، بنشوف على كل حال وش التغييرات اللي مسويتها كابكوم. نجي للقطة اللي بعدها بمشي فيها فريم فريم، لو تلاحظون شيء هنا بالفريم فريم، لو تلاحظون هنا سادلر يوضح لكم هنا حقت الحشرة، سادلر يوضح لكم وهذه العصا حقته ويوضح لكم شكل الحشرة هنا. طبعا واضح انه في شيء هنا متدمر، ممكن انه هذه زي اللي قلنا عنها قبل شوي الحين نفس هذه المنطقة، هذه المنطقة ليون بعد ما يدمرها يجون سرب الحشرات اللي هو طلع لكم باللقطة هذه اللي هي هنا، حرفيا ليون بعد ما يفجرها راح يجونه سرب الحشرات. هنا طبعا اللقطة هذه نفسها اللي ليون يحط آشلي على السرير، وزي ما ذكرت لكم انه يروح يحارب ممكن شخصية معينة يجيب لها علاج ويرجع. واخر اللقطة اللي هو المنطقة اللي يتعالجون فيها، الأجهزة زي ما ملاحظين قدامكم فوق، الكرسي اللي يقعد فيه آشلي وليون عشان يتعالجون من تأثير الفيروس اللي هو البلاغا. وبرضو هذه المنطقة واضح انه ما جابوها الا انه يبغون يوضحوا لكم انه ممكن تغير مكانها وصار مكانها عند حقين الريجنريتر، حقين الفحيح حرفيا. على كل 23 يوم راح نكتشف هذا الشيء. لكن مع كل ريزيدنت ايفل لازم يكون موجود طور الميرسينيري. الميرسينيري راح يكون موجود مع اللعبة، ولا اعرف هل راح يكون ينزل مع نفس نزول اللعبة ولا راح ينزل بعد اللعبة بتحديث. لكن الشيء الأهم، سبيشال ديمو كومينج سون على جميع المنصات، بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 5، اكس بوكس سيريس اس واكس وستيم. اكس بوكس طبعا القديم للاسف ما راح ينزل عليه. سبيشال ديمو يا جماعه الخير ابغى اتكلم عنها بنقطتين، وانا صراحه اميل لنقطه معينه او صراحه اتمناها. النقطه الاولى اللي اميل لها انه سبيشال ديمو، كلمه سبيشال هذه اللي اضافوها من جديد على ريزنت ايفل 4 فقط، انه راح ينزلون الشابتر كامل، ممكن الشابتر الخامس نفسه اللي لعبوه جيم انفورمر نلعبه كامل، لانه اصلا الشابتر الخامس كله ما يجي 20 دقيقه. جيم انفورمر طبعا ورونا 12 دقيقه لانه في تقطيع، لكن في النهايه هو 20 دقيقه، يعني ما راح يكون يعني طويل جدا. وبرضه ممكن تتفسر سبيشال ديمو انه ممكن انه الديمو ينزل بدري اكثر من اول، يعني اول احنا متعودين الديمو ينزل قبل اسبوع من نزول اللعبه، لكن كلمه سبيشال هذه ممكن ينزلونه قبل اسبوعين او ثلاث. فانا امنيتي واتمنى انه السبيشال ديمو اللي ينزل يكون شابتر كامل، اللي هو شابتر 5 انقاذ اشلي من الكنيسه. فأتمنى من كل قلبي هذا الشيء، حتى لو نزلوه قبل أسبوع ما عندي مشكلة، أهم شيء أنه يكون يعني محتوى حلو في الديمو، ما يكون يعني مجرد جزئية بسيطة مثلا القرية وأقعد أذبح فيها وحوش فقط لا غير، بيكون شيء صراحة ممل. وبس يا جماعة الخير، هذا هو المقطع كامل حق التحليل، أتمنى أني أكون يعني وفقت في الشرح والطرح، فالله يسعدكم جميعا، شكرا لكم على المشاهدة لهذه النقطة حبايب قلبي، في نهاية كل مقطع أوصيكم في اللايك وانشروا المقطع لأخوياكم، لأني حرفيا تعبت جدا في جمع المعلومات في بداية المقطع. فأتمنى ما تقصروا معي يا جماعة الخير في اللايك ونشر المقطع، وإذا ما كنت مشترك اشترك، وفي نهاية كل مقطع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير، سلام عليكم.